السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الطالبات الصف الثالث الإعدادي النهارده إن شاء الله رجعنا لكم عشان نكمل حل كتاب بيت باي بيت يونت 8 الوحدة الثامنة عشرين واحد وعشرين بعنوان هاو وي ليرن كيف نتعلم اللي فاتوا أي فيديو من الفيديوهات السابقة فوق في قائمة التشغيل هيلاقي كل حاجة موجودة واللي عايز تواصل معايا فيه في صندوق الوصف أسفل الفيديو آه رابط البيج والجروب اللي حابب يكلمني عليهم آه ان شاء الله بعد يونت 8 هننزل برضو بسرعه بيونت 9 الوحده الاخيره وبعد كده هنبدا سلسله الفاينل ريفيجن المراجعه النهائيه بيج 244 244 اتس سو هوت الجو حر اي فايند ات ديفيكالت تو اجد صعوبه فيه ميجر يقيس ريسايكل يعيد تصنيع بريس يتنفس بريس آه. اللي هو النفس انا اجد صعوبه فيه تو بريس يعني بريز اللي هو يتنفس A is someone who sails on boats or ships بيشتغل على قارب أو سفينة scientist العالم تايلور الترزي pilot الطيار طبعا سيلر البحار The scientists العلماء did some experiments عملوا تجارب to measure عشان يقيسوا the animals intelligence ذكائهم housework عمل منزلي school work برضو عمل, عمل مدرسي distant يعني مسافة عشان طبعا يشوفوا intelligence اللي هو الايه الذكاء number 4 number 4 being able to stand ان انت يكون لك القدره انت تقف or move او تتحرك without falling من غير ما تسقط means you have good يبقى انت عندك good diagram رسم balance توازن nature طبيعه drawing لازم طبعا عندك balance you need strong انت محتاج strong to be good at most sports عشان تبقى جيد في معظم الرياضات physics, physio, memory, ذاكرة, feelings مشاعر, muscles, عضلات طبعاً انت محتاج muscles the factory المصنع not all the bottles recycle بيعيد تصنيع controls يتحكم does, يفعل, reads, يقرأ طبعاً recycles يعني يعيد تصنيع number two is not easy when you are at a top of mountain مش سهل وانت في أعلى جبل breaking يكسر شيء بيليف يعتقد بريسنج التنفس بيجيننج البداية طبعا التنفس page 245 some people prefer to learn by drawing pictures في ناس بتحب تتعلم عن طريق رسم الصور أو diagrams الرسوم التوضيحية language لغات classrooms الفصول muscles العضلات طبعا diagrams This book is full of information. الكتاب ده مليء معلومات. It's really useless بلا فائده. Enjoyable ممتع. Careful حريص. Stupid غبي. It's really enjoyable يعني انه حقا ممتع. Athletes get fantastic. لاعبين القوى يحصلون على fantastic. Over their muscles. عضلاتهم. Pressing and balance control. تحكم. Rule قاعدة. Movement حركة. Thinking تفكير. طبعا control يعني عندهم تحكم رائع. I prefer watch today's film at home. Prefer for on to of طبعاً I prefer to watch. أنا أفضل أن أشاهد الفيلم في المنزل اليوم. Number seven. Not means to be able to stand or move without falling. من غير ما تسقط. Exercise يتمرن. Intelligence الذكاء. Remembering التذكر. Balance التوازن طبعاً هو التوازن. اللي هو الحركة دون سقوط Not all the materials المواد القديمة saves a lot of money Recycling لما نعيد تصنيعها Pressing التنفس Controlling التحكم Doing يفعل طبعا Recycling A good knot should have strong muscles لازم يكون عنده عضلات قوية Diagram الرسم Athlete لاعب القوة Balance التوازن Article مقالة طبعا Athlete We always test at school every month بنجري اختبارات كل شهر في المدرسة make work do sale كلمة اختبارات بتاخد do tests يجري اختبارات بيجي 249 على ال verb زائد ing القاعدة not pictures is my favorite hobby رسم الصور paint painted painting paints طبعا painting I love love بيجي بعده verb زائد ing هتبقى learning not television for a long time مشاهدة التلفزيون فترة طويلة isn't good يبقى watching not other language is very useful تحدث speaking spoke speak speaks طبعا speaking I am looking forward to بيجي بعدها الفيرب زائد اي نجي أصمع. see see is seeing so طبعا seeing عثمان not by bus is the best way for tourists to see parts of the country السفر بالباص هو أفضل طريقة إن إحنا نشوف الريف. travels traveling to travel travel طبعا traveling. إيه الـ writing عايز دوينج It's good for you to do exercise every day. أدي دو هناخد الجزء ده كله ونبدأ بيه يبقى دوينج القيام باكسرسايزز بتمرنات بتمرينات every day كل يوم ماله بقى؟ is good إنه شيء جيد فور you doing exercise every day is good for you ma likes to draw pictures بتحب ترسم صور its her favorite hobby هوايتها المفضله عايز يبدا بدروينج يبقى دروينج بيكتشرز رسم الصور is يكون مهز فيفورت هو طبعا جايب هنا كلمة سبورت والرسم طبعا مش سبورت هما هنا غلطانين هو الرسم هوبي هوبي يعني ايه هواية يعني الجملة نفسها غلط مها لايكس like to درو بيكتشرز اتس هير فيفورت دي هوبي مش سبورت يبقى دروينج بيكتشرز از مها فيفورت هوبي طب لو كانت الدي سمول كنا قلنا ممكن مها لايكس مها بتحب دروينج بيكتشرز لو الدي سمول يعني ممكن كنا قلنا مها لايكس دروينج لان لايك like من الأفعال اللي ممكن يجي بعدها ذات verb ان ING number 3 بيقول لي it's not healthy to lie in bed for a long time عايز lying يبقى ناخد الجزء ده كله يبقى lying اللي هو الرؤات في السرير for المكان ضيق بقى اعذروني عشان في ناس بتقول انت خطك وحش lying in bed for a long time is not healthy ليس شيء صحي page 250, 250 thank you for not me بيجي بعدها verb زائد ing help it helping to help help طبعا helping me does not to music make you feel happy الاستماع الموسيقى listening what about بيجي بعدها verb زائد ing يبقى taking not French is often difficult تحدث الانجليزية speak spoke speaking to speaking طبعا speaking I was interested in أنا مهتم بيبي وبعدها الفيرب زائد ING برضو playing I am looking forward to يتطلع إلى برضو فيرب زائد ING meeting Not very intelligent كونك ذكي can help you to do amazing things being Not or physical exercise التدرب الجسمي والحركي helps some people to learn يبقى moving or physical شوف الريرايت مع بعض it's not good for your eyes مش جيد لعنيك to watch too much television عايز watching يبقى ناخد الجزء ده كله مع بعض ده. يبقى watching مشاهدة too much TV مشاهدة تلفزيون كتير ونشيل كلمة it isn't good for your eyes مروة finds it difficult to look for information in online مروة تجد صعوبة في البحث عن المعلومات على النت عايز looking هناخد الجزء ده يبقى looking for information البحث عن المعلومات online على النت ماله is difficult صعب على مين فور مروة بالنسبة لمين؟ لمروة It's dangerous to swim in deep water. عايز swimming هناخد الجزء ده ونبدأ بيه. يبقى swimming in deep water العوم فيها المياه العميقة ماله هنشيل it برضه is dangerous يعني شيء خطير page 251 a teacher asks his students بيسأل الطلبة some question. Today we have learned some useful new words. تعلمنا كلمات جديدة. سألهم سؤال yes we are ready for the questions. يبقى هل لهم هل انتوا جاهزين؟ فعل مساعد are will be تحول إلى you. Ready to answer هل انتوا جاهزين تجاوبوا على some questions. قالوا احنا جاهزين. قال لهم do you need balance to ride a bicycle or to drive a car التوازن علشان العجلة ولا علشان السيارة طبعا حد جاوب اللي قال لهم جود جيد يبقى طبعا we need balance هو التوازن بنحتاجه في ايه طبعا يا جماعة في ركوب الدراجة يبقى to ride a bike السيارة ما فيهاش balance do you use your muscle when you think or when you exercise بتستخدم العضلات لما بتفكر ولا لما بتتمرن طبعا واضحة when أو we use them احنا بنستخدم العضلات when we exercise لما بنتمرن الأستاذ قال that's right وسأل سؤال تاني الطالب قال له I know that أو طالبة press is the noun form هو الاسم من الفعل breathe يبقى قال لها Do you know أو قال لهم هل انتوا تعرفوا بريث هل انتوا عارفين إن بريث اللي هو النفس أو التنفس is the هو الإسم from of breathe قالوا طبعا إحنا عارفين قال لهم very good سؤال so, تشوز not exercise keeps you fit فيزيكال التدريب الجسدي بيزي مشغول ليزي كاسول يوزلز مفيد غير مفيد أصدي يبقى فيزيكال two Egyptian got the gold medal in the competition doctors دكاترة خدوا ميدالية ذهبية. Athletes لاعبين قوة patient مرضى learners the متعلمين طبعا أسليتس notebooks in a car sometimes make Nasser feel ill read books reads to read reading طبعا reading books in car قراءة الكتب فين في السيارة for my sister بالنسبة لأختي new language is easy تعلم اللغات learn learning learn طبعا learning تعلم new language يعني تعلم لغة جديدة this mechanic هذا الميكانيكي is good at modern cars good at بيبقى بعدها ال verb زائد ing يبقى repairing not tennis is magda's favorite sport لعبة تنس بلاي بلاي بلينك بلايز طبعا playing tennis. It's easy to fall down on a ship So sailors need to have a very good pressing in a fast traveling environment balance طبعا هم محتاجين يكون عندهم توازن عشان ممكن الواحد يسقط في اي وقت حسن زفازر بابا حسن سيد زاد زكار was difficult to not because it was raining لأنها كانت بتمطر balance يتوازن score يسجل control يتحكم هيت يضرب العربية أثناء المطرة بيبقى الكنترول فيها صعب 252 It's more expensive to travel by train than by bus in England عايز كلمة السفر يبقى traveling السفر by train السفر بالإيه بالقطار is يكون more is more expensive أكثر غلاء than by bus in England في إنجلترا حسن and حمدي enjoy playing tennis بيستمتعوا بلعب التنس عايز enjoyable ممتع يبقى ممكن نقول for حسن بالنسبة لحسن and hamdi playing لعب التنس is يكون enjoyable enjoyable يعني شيء ممتع to help others is a great thing ان انت تساعد الاخرين ده شيء رائع is helping هناخد الجزء ده كله يبقى helping others مساعدة الآخرين is a great thing يعني إنه شيء رائع عايزين بارغف عن kinds of intelligence وده متجاوب اللي هي أنواع الذكاء 256-256 We used my father's computer بنستخدم كمبيوتر بابا to buy a book عشان نشتري الكتاب outline خارج النت at line في النت اونلاين على النت اونلاين طبعا اونلاين يعني متصل بالانترنت I am that we can't go swimming because the pool is closed يؤسفني I am fear أخاف أفرد آسف فرايد يعني شيء مقلي فار يعني بعيد I am afraid I didn't understand this note do you know the answer أنا ما فهمتش هذا النقط أنت عارف الإجابة بازل لغز song أغنية فيلم فيلم ستوري قصة طبعا بازل Dude, Did you have any finding your way to the new school? هل عندك أي نقط في إيجاد الطريق الجديد للمدرسة؟ puzzle, لغز, double, duff, couple, زوج, trouble يعني مشاكل أو متاعب. Number 5 having a shower إن أنت تاخد دش can help you mix يختلط, fix يصلح, relax تسترخي, break فسحة طبعا هيساعدك إن أنت تعمل Relax everyone كل واحد should do لازم يتمرن 30 minutes of exercise each day signal إشارة physical تدريب بدني electrical كهربائي chemical كيميائي طبعا تدريب بدني physical 257 257 When I go not the internet I see interesting games بشوف ألعاب جميل لما بدخل على النت in at on to Taban when i go on the internet you a lot of muscles عضلات kitira when you go swimming use تستخدم right يكتب study يدرس yeah, visit يزور Taban use يعني يستخدم the scientists علماء have not some important research into climate change كلمة بحث بتاخذ built made done form طبعا done i have to send an email to my friends لازم أبعث إيميل لصحابي in England the not is I can't remember their emails المشكلة أنا مش فاكر الإيميلات the trouble, the chance, the climate, the change طبعاً المشكلة لها كلمة trouble تساوي كلمة problem I not it difficult to say the ed ending of verbs correctly مش بعرف انطق ال ed بصح في نهاية الأفعال keep حافظ find the take يأخذ heavy heavy look طبعاً find Our not can store بيخزن lot of information brain المخ نوز الأنف ني الركبة هارت القلب طبعا البرين Playing a sport is good your body يعني دي حاجة جيدة للإيه للجسم To about with for طبعا is good for your body يعني جيدة للجسم I can do all my homework any help من غير مساعدة in to without from طبعا without any help my uncle a book of puzzles كتاب من الالغاز when he was in hospital last week did was put lit طبعا did a book of puzzles Ali not much time playing games online يقضي takes spends sleeps gives طبعا يقضي يعني spends page 258 258 نور هذا بروبلم اند اسك طارق فور ادفايس نور عنده مشكله وطلب من طارق مساعده له طارق اي هاف ا بروبلم قال له وات ذا ماتر ايه المشكله قال له حاجه قال له بلاين كمبيوتر جيمز اول ذا تايم از هارمفول يبقى قال له انا بلعب كمبيوتر جيمز اول ذا تايم دي مشكلته قال له اللعب ده مؤذي او مضر قال له حاجة قال له you should plan your time يبقى قال له ماذا أفعل what should I do قال له you mean not قال له yes a study timetable جدول مذاكرة will help you يبقى you mean I should أنت قصدك أن أنا لازم يعمل بقى make a timetable أو a study timetable أنت قصدك أعمل a study timetable يعني جدول مذاكرة قال له طبعا قال له حاجة اللي يو كان بلاي كمبيوتر جيمز وممكن تلعب كمبيوتر جيمز افتر يو finish قال له طيب وين كان اي بلاي طب العب امتى بقى انا نفسي العب قال له العب بعد ما تخلص الهوم وورك بتاعك بيج 259 259 يور فريند از ان ترابل صاحبك في مشاكل اسك ام if he needs help اطلب اساله لو هو عايز مساعده اقول له let me see if i can help or do you need any help or can i help you you see a person looking under their car لقيت حد بيبص تحت السياره you want to know if they need help وانت عايز تعرف لو هو محتاج مساعده برضه هتعرض عليه let me see if i can help أو can I help you or what is the wrong Your friend has a problem with his math homework عنده مشكلة في واجب الرياضة Ask him about his problem اسأل عن مشكلته تحديدا What is the matter or what is the problem ما هي المشكلة أو what is the matter دي أو دي الاتنين مظبوطين page 259 برضو مروة has a problem with the word speech and pets مروة عندها مشكلة أو منى عندها مشكلة في الفرق بين كلمة شاطئ و طبعا لوعد We have nearly finished today's lesson have you got any problems عندكم مشاكل؟ Yes I find it difficult to remember the difference between peach and peats بين شاطئ وبين ياسر Teacher قال let me see طبعا هيقول لهم دعني if I can help a peach is what you find the next to the sea الشاطئ الحاجة اللي احنا بنلاقيها جنب البحر راحت منى سألت سؤالها لا a football team beats another team فريق بيغلب فريق آخر when it wins يبقى طب كلمة beats يبقى what about طب يا أستاذ ماذا عن كلمة beats منى قالت حاجة when I hear peach I sometimes think it's the word beats يبقى I find it difficult أو the trouble المشكلة is when كذا قال لها حاجات له no I don't have any other problems يبقى قال لها عندك مشاكل تاني يبقى do you have any other problems قالت له لا أنا ما عنديش أي ما قالت لا أنا ما عنديش أي problems يعني أي إيه أي مشكلات no I don't have any other problems And choose I am not that I have a problem using the internet I am happy I am afraid يؤسفني I am glad I am pleased كلهم معناهم مسرور يؤسفني Mona always her homework when she gets home from school يعمل واجب uses makes does takes طبعا يعمل واجب does her homework 260 I spent hours doing this heart بقضي ساعات كثيرة في فعل هذا الهارت بازل لوز تكست نص ايميل بريد الكتروني ماسل اللي هي طبعا العضلة طبعا بازل I want to learn انا عايز اتعلم تشيس الشطرنج but it's quite hard to understand اجد صعوبة في فهم الرولز القواعد كاردز بطاقات مركز علامات بازل زي الغاز, الغاز طبعا رولز بيوبلز التلاميذ should be quite لازم يكونوا هادين وينزي نوع التس لما يؤدي اختبار بيل يقشر make يصنع draw يرسم طبعا do test يعني يجري اختبار what is the يو you look امال وات ذا what the medal ما الميداليه metal المعدن مطر الموضوع matter? Matter? موديل نموذج طبعا what is the matter دلوقتي معدنا مع اختبار unit 8 page 262 هاني has a problem with his mobile عنده مشكله في الموبايل احمد بيقول له why are you angry هاني انت ليه متضايق قال له i have a problem انا عندي مشكله قال له نوت قال له ماي موبايل فون دازنت ورك يبقى وات ذا ما الامر قال له الموبايل مش شغال كويس قال له حاجه قال له يس ات از نيو هنشيل يس ونعمل مقص يبقى از ات نيو هل هو جديد قال له طبعا قال له let me see if I can help دعني أرى يمكنني مساعدتك قال له that's kind of you ده لطف منك قال له it's okay now خلاص بقى كويس you can try it تجربه طبعا هيشكره هيقول له thank you السؤال التاني سؤال situation your sister seems يبدو عليها to have a problem عندها مشكلة offer help اعرض عليها المساعدة let me see if I can help or can I help you A friend asks you why you look like worried. صاحبك قال لك انت ليه الآن؟ It's because you have a problem using the printer. ودي مشكلتك انت مش عارف تستخدم الطبعة. يبقى I have a problem using واحط المشكله زي ما هي the printer. Your friend can't use the internet. صديقك مش عارف يستخدم الانترنت. Offer your help. اعرض عليه المساعدة بتاعتك هتقول له let me see if I can help دعني أرى لو يمكنني إيه مساعدتك لما عدنا مع comprehension القطعة learning has been the subject of much interest تعلم اللغة شيء ضروري over many years على مدار السنين كلها if you look around us لو بصيت حواليك We find that we learn new things every day بنتعلم حاجات جديدة كل يوم learning is sometimes هو أحيانا so hard صعب to some people لبعض الناس if you are really interested in what you are learning لو أنت مهتم باللي بتتعلمه you will learn better هتتعلم أفضل ways of learning differ from a country to another differ يعني تختلف من بلد لبلد and from a person to another ومن شخص لآخر. So ولذلك the most important point أهم نقطة here is the types of learners نوع المتعلمين هنشوف الأنواع بقى مع بعض Some learners prefer to learn through images and pictures في متعلمين بيتعلموا عن طريق الصور أو ال other prefer to learn through listening وفي بيتعلم بالاستماع other learn by doing actions وفي عن طريق الحركات they have excellent physical memory ودول عندهم ذاكرة جسمية رائعة so they learn what they do quickly بيتعلموا بسرعة. How long كم طول المدة has learning been the subject of interest من امتى الناس مهتمية بالكلام ده over many years منذ سنوات عديدة how do you prefer to learn أنت بتحب تتعلم ازاي؟ اختار أي طريقة ممكن through images and pictures مثلا عادي ممكن أقول through listening براحتي كل حد براحته بس هو هنختار طريقة Do you think that learning ends at a certain age؟ هل التعلم بينتهي عند عمر معين؟ no we will learn لأن احنا هنفضل نتعلم all our life على مدار حياتنا ways of learning arent طرق التعلم ليست in all countries different ليست مختلفه the same interested personal طبعا arent the same مش نفس الشيء the last kind of learners prefers to learn by اخر نوع بيحبوا يتعلموا بايه images صور listening الاستماع doing actions examples طبعا اخر نوع others learn by doing actions they have excellent physical memory عندهم ذاكرة تصورية سوزي ليرن وات ذي دوي دوينج أكشنز اللي هو بيقوموا في أفعال معينة. الاستوري وطبعا دي على تشابتر 3 ايرل اند ليد سمايس جون مالي سكوير جوردن اند مس جوردن جو جرين وز أنجري كان غضبان من جو فور تكينج كير اوف بلاك بيوتي هاد تو ليف انجلاند مضطرين يسيبوا انجلترا وير بلاك بيوتيز نيو اونرز الملاك الجدد had to leave France لازم يسيب فرنسا stop the singing توقف عن الغناء after Black Beauty became ill Earl and Lady Smith هما الاثنين طبعا had آه... where Black Beauty's new owner هما الملاك الجدد جون مالي طبعا غضب من مين من جو سكوير اند ميس جوردن هما الاثنين had to leave مضطرين يسيبوا انجلترا Joe Green stop the singing توقف عن الغناء Do you think that John was right to have a helper who was only 14 هل جون كان صح ان يكون عنده مساعد عنده 14 سنه Yes as he wants الولد يريد to learn يريد ان ايه يتعلم and John was the same age وجون كان نفس العمر when he worked why do you think that the driver of the car near the factory was rude to Joe تعتقد ليه السواء اللي كان عند المصنع كان أحمق مع جو ممكن نقول he was impolite إنه غير إيه مؤدب ممكن نقول as ممكن يكون بسبب the horses الخيول didn't do what he want ده مثلا من وجهة نظري what he wanted ما كان يريده 264 تامر like sports بيحب القوارب and the ships with sofans so he wants to be يريد ان يكون دكتور سيلر فارمر تيتشر عايز يبقى بحار she nearly تقريبا lost her as the past suddenly moved forward لأن الأتوبيس اتحرك مرة واحدة فقدت الانتليجنس الذكاء انفورميشن معلومات نيتشر الطبيعة بالانس فقدت توازنها بسبب التحرك السريع للباص It's important for old people من المهم للناس الكبيرة to continue to nod their brains every day يعملوا لعقولهم كل يوم يوز يستخدموها دو يفعل ميك يصنع وين يفوز طبعا يوز scientists العلماء دو ديفرنت اكسبيرمنتس بيعملوا تجارب مختلفة تو animals انتليجنس لذكاء الحيوانات كاونت يعد ميجر يقيس وي يزن آت يضيف طبعاً to measure animals intelligence عشان يقيسوا ذكاء الحيوانات منى thinks that bottles and paper والورق is very important for the environment للبيئة نعمل للزجاج أو الزجاجات والورق عشان يبقى جيد للبيئة ريسايكلينج نعيد تصنيعه باينج نشتريه واتشينج نشاهده ثروينج يعني يرمي طبعاً ريسايكلينج Not blind means that you can't see B will be being tabam being bullied. Sorry being blind It's not good for you to watch television for a long time. I was watching anybody because it is Mita within when she'll eat to embed. If watching Mushe TV, television for a long time is not good for You. I find reading this book enjoyable. أنا أرى أن أو أجد أن قراءة هذا الكتاب ممتعة. عايز reading يبقى reading قراءة this book is enjoyable. It's easy to find your way to the zoo. هناخد الجزء ده. Finding your way to the zoo طريقك في حديقة الحيوانات هنشيل it يبقى is easy يعني شيء إيه شيء سهل آخر سؤال معانا طبعا إيميل to your cousin أحمد on a problem you have with the internet مشكلة في الإنترنت أنت اسمك هاني والإيميل بتاعك هاني 31 وإن شاء الله في فيديو نازل نشرح في كل الإيميلات والبراجرافز الموجودة في المنهج وبكده نكون وصلنا لنهايه يونيت 8 انتظرونا في خلال الاسبوع ده ان شاء الله هننزل برده الوحده الاخيره وبعد كده نبدا سلسله الفاينل ريفيشن مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته